مساء الخير مشاهدينا، منرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج بيت للكل من القاهرة. حلقتنا لهذا اليوم مشاهدينا سنتناول من خلالها الشعر العامي أو الشعر الذي يحكى وينظم بالكلام المحكي الشعبي، يعني بمعنى آخر مشاهدينا الكلام غير اللغة العربية الفصحى. في دولنا العربية جميعاً لكل دولة عربية لديها نمط خاص من هذا الشعر وشعرائها المعروفين، فلذلك اسمحوا لنا في حلقتنا لهذا اليوم أن نأخذكم إن شاء الله في حلقة مميزة عن الشعر المحكي أو الشعبي. بالتأكيد يا لانا، حقيقة أيضا مشاهدينا مساء الخير عليكم وعلى كل زملائي. هذه الحلقة مليئة بالكلمات التي ستلامس شغاف القلب. سوف نتحدث بالحب والأوطان والأم والوجدان وكل التفصيلات المهمة، ومثل ما ذكرنا اليوم حلقتنا هي عن الشعر الذي يبين هذا الشاعر ينتمي إلى البلد الفلاني من خلال اللهجة. حتى في داخل البلد الواحد لهجات الشعر الشعبي تختلف من منطقة إلى منطقة، يكون شعر الشمال يختلف عن الوسط وعن الجنوب، وكل هذه التفصيلات المهمة للشعر. هناك بحور وهناك أنواع من الشعر، وخاصة في العراق يقولون هو بلد الشعراء بوجود أكثر من مليون شاعر. كل شاب وكل فتى يظهر في بدايات العمر يكون شاعر، يكتب بإحساس ووجدان البلد الذي أنجب كاظم إسماعيل قاطع ومظفر النواب وعريان السيد خلف وسمير صبيح وكثير من الأسماء حقيقة، وزهير الدجيلي، كثير من الأسماء التي لا تعد ولا تحصى من الشعراء. فنقف في بعض الأحيان خجلين حقيقة بتقديم نص شعري أو كلمة تلامس شغاف القلب ونقول عليها هذا هو الشعر الشعبي العراقي. الله، ما فيش طيب حاجة شعر كده؟ أنت سافرنا في بيت للكل في عالم الشعر. إنه أحمد مذيع وشاعر. وشاعر يعني لازم برضو تقول لنا مقطع يعني. هنقول لكم هلك هلك لكل القوات الأمنية في كل بلداننا، صعيد الأردن وفلسطين ومصر التي قارعت وحاربت الإرهاب بأشكاله، وسبب وجودنا وانتمائنا اليوم هو بسبب تضحياتهم. نقول لكل مقاتل هلك هلك بزنودك من الخوف لاذت، والمنايا لجل عين الوطن، لذت عدوك لا ضمير لا بخت لا ذات، انت ابن البخت وابن الحمية وبسلامتكم. هاي أبو ذية طبعا. الله الله الله. بدوري أنا يعني أنا في مصر بلد الشعر، ما هو لما يكون عندك النيل الجميل ده وتمشي وتتفرج عليه، لما شادية حتى غنت ببساطة وقالت يعني في نهر النيل وتغنت في نهر النيل، فكان دي بساطة المصريين الحلوة. الشعر الشعبي أو الشعر العامي كما نطلق عليه في مصر هو شعر حبيب المصريين وقريب جدا من القلوب. ولما كتب سيد حجاب ولحن عمار الشريعي وغنى الحجار وقال اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني، فيردوا عليه المصريين يقولوا إيه؟ حلواني يا ولاد، لأنه ده حبا في مصر. لا، لازم كمان نفتكر وإحنا بنتكلم عن الشعر العامي عمنا صلاح جاهين، المصريين يقولوا عليه عمنا اللي بيحكي عننا، والخال الأبنودي لأنه خالنا في عالم الشعر، ونقول كمان فؤاد حداد، وكمان نقول على سيد حجاب عمنا هو كمان. النهاردة بيت للكل مع كل أهلنا في العالم العربي يكتبون ويتغنون عن عاداتنا وتقاليدنا في الشعر. وانت تقول ايه يا سلام؟ نعم يا شفكي، يعني في ظل كل هالتنوع الأدبي والشعري الجميل في وطننا العربي، يعني فلسطين تبقى حاضرة دوما في هذا الميدان. شعر الارتجال، شعر الشعبي، شعر ثورة، شعر حكاية، شعر وطن وحب أيضا. أما نتحدث عن الشعر الفلسطيني بنقول العتابة والميجنة وظريف الطول. أيوة، يعني هاي هي أنواع الشعر الفلسطينية، وفي كمان أنواع أخرى. ومن أكبر شعراء الفلسطينيين موسى الحافظ ونعمان الجلماوي وأيضا أكرم البوريني، هذول أسماء من الشعراء الفلسطينيين اللي بيتناولوا الشعر المحكي، الشعر الشعبي، وخاصة الارتجال. في عنا موضوع الحداية اللي بيجوا بردوا على بعض، شاعر برد على شاعر. أيوة، الزجل الشعبي. بالضبط هذا هو. إذن مثل ما تحدثنا مشاهدينا الكرام، نتناول التجارب الشعرية الفريدة من شعراء من مصر والأردن وفلسطين خلال حلقتنا من برنامج بيت للكل. ابقوا معنا. هؤلاء هم القامات الشعرية المصرية الكبيرة مثل ما تحدثت شافكي، وأيضا هناك غيرهم في فلسطين مثل موسى الحافظ وأكرم البوريني ونعمان
الجلماوي وأيضا من العراق مظفر النواب ومن الأردن حبيب الزيودي، يعني هم شجرة طيبة تركوا لنا الإرث الشعري المحكي الشعر العامي، وهؤلاء هم من أنجبوا الجيل من الشعراء الشباب الذين نعاصرهم اليوم، الذين أثروا الحياة الأدبية وحرصوا على أن يكملوا مسيرة الشعراء الكبار. ولا لا يا لنا، صحيح انه الوطن العربي هذا كثير جميل ورائع، انه انا بدي اسميها بين قوسين ولاد للشعر، لانه اصلا البيئه كمان لعبت كثير دور. صحيح. فعلشان هيك طلع عندنا مشاهدينا كثير من انواع الشعر اللي كانت قريبه للقلب، منها ما كان يحكي المعاناه، منها ما كان يحكي الفرح، منها ما كان يحكي الحزن، التجارب الشخصيه. فكل تجربه تعطينا نوع من الشعر، لكن الشعر الشعبي أو المحكي فهو مبارح كنا عم نحكي أنه يخرج من القلب ويصل إلى القلب بسهولة. فاسمحوا لنا مشاهدينا من مصر الحبيبة، ونحن في مصر واستديوهات أيضا مصر، نلتقي اليوم بشاعر من قصائد ونصوص مهمة. نتحدث اليوم عن الشعر الشعبي أو الشعر العامي، لكن بالعراق نسميه الشعر الشعبي، الشعر الدارج من المفردة. في بعض الأحيان أقحم الشعر الشعبي وأبعد تماما عن المنصات وعن المهرجانات العربية، كيف تجد اليوم حالة نشاط الشعر الشعبي في المحافل العربية؟ هو أنا من وجهة نظر، أنا بالنسبة للشعر العام، إحنا عندنا بنقول عليه شعر عام يعني في مصر، إحنا يعني أعتقد إن الفئة أو فئة الشباب أو فئة يعني معظم الشعب بيحب يسمع الشعر العامي. ليه؟ لأن ألفاظه بتبقى نوعا ما سلسة، ونوعا ما بتوصل للقلب أكتر، ونوعا ما الناس بتحبها أكتر ومتداولة على ودنها. وليدة البيئة. وليدة البيئة بالظبط كده. أنت لما تحاول تكلم حد عن مشكلة في حياته، أنت بتكلمه باللغة اللي هو بيتكلم بيها، فبتوصل أسرع. فأنا من وجهة نظري أن الشعر أيا كان، سواء أنت بتقول أنه مش موجود في المحافل العربية، أنا بصراحة ما أعرفش سبب إن هو مش موجود، بس أنا شايف إن ده نوع مهم جدا من الشعر، ونوع ليه شعبية وليه جمهور كبير جدا، وبيحبب الناس في النوع ده من الفن. فكرة إنك توصل للمتلقي الكلمة بسهولة، وفكرة إن هو يسمع الحاجة اللي هو بيقولها يوميا. يعني أنا بحاول لما بكتب حاجة أختار الألفاظ زي ما هي بالظبط، ما أجملهاش. هو بيتكلم بيقول كده، فأنا هقول له شعر باللغة اللي هو بيتكلم بيها في يومه العادي. طيب أنا هاخد الكلام يعني، واحنا بنتكلم بالذات عن مصر يا فارس، فمصر شعراء العامية زي ما انت قلت تمام، يعني حتى الناس لقبوهم العم والخال من كتر ما هم قريبين منه. قبل ما اسالك السؤال، تعال نسمع منك، وعايز اسمع قصيدة كتبتها عن الأب. تمام، اوكي، احكي لنا سبب القصيدة وقول القصيدة. يعني انا بالقصيدة دي عشان خاطر انا شايف ان الاب مهدور حقه شوية، ما فيش حد بيكتب عنه، او دايما ام حتى طبعا هي طبعا ست الناس يعني، وست القلب زي ما بيقولوا كده. حتى في النصوص الغنائية بس الاغاني نشوفها بس للام مش للقصيدة بالظبط. فانا قلت نكتب حاجة للغلبان ده، فكتبت له القصيدة دي بتقول قالوا في الاب انه الضهر والحيطه اللي شايله البيت، وانا قلت ابويا يعني سند العمر، يعني الايدين الخشنه والظهر اللي ما يملش، يعني اللي بيشيلك في وقت الناس ما بتشيلش، يعني اللي عوده يميل ولا يسيبك تميلش وتتعكز عليه ولا تخاف، حنان امك يبان اكتر فتكتب عنه وتزود، وهو حنانه متداري بيظهر بس مش متشاف، وقت امك ما تغرف لك بيبقى الاكل هو، تغطيك امك ان تبرد فيبقى الحاف، تشوف في عينيه زمن وحياه وايام عاشها علشانك، ويتبهدل من الدنيا وياخد ضربها مكانك، بتزعل لما يقسى عليك عشان ما تدوقش من مر، وراحته تروح عشان راحتك، ويدبل عمره في زمانك، ابويا كفوف تشيل ما تميل، ابويا السيره والتفاصيل، أبويا الظهر من الأيام وحب حقيقي دون تمثيل، أبويا قلب هادي جميل بوش عجوز وقلب شباب، أبويا نغاب تغيب الشمس وبيتنا يبات بدون الباب، حلوة الأيام وأنا بتحامى في ظهرك من الجاي، بتباهى بإنك من دمي وبشوفك وسط الناس هيبة،
بتعلم منك اكون انسان، وان احنا ما بيطولناش عيبه اسوء وحنيه في نفس الوقت، وبحور بتفيض جبره وطيبه وحاجات اكبر من كونها حاجات. من يعني يحبك تبقى احسن منه غير ابوك بالذات؟ انا ابويا الايد اللي في ظهري وعارف انها دايما سنده. انا ابويا الشخص اللي لما احتاج بيجيني لوحده بدون منده، مسمار الظهر ونور العين، سيد كل الناس وحبيب الكل. انا ابويا يطل الدنيا بخير والحاجه تفك ان كانت عندها. في ايديك عديت اول شارع، بعينيك بصيت على الناس في امان. من عمرك عشت اجمل ايام، وبسيرتك بمشي في اي مكان. بتوقف لك كل الناس تقدير، وتشيلني الناس تقدير لاجلك. عيني ما تنزلش لايا كان، تنزل لك وحدك ولاجلك. ربنا ما ينزل عنا لحد، موجود وسطينا وهلجأ لك فالدنيا تمام. ربنا يابا يديمك عكاز ويطول حسك في الايام يا رب. وعجب يعني منك لله فارس بجد. هو انا كل كده يعني كل الطقم ده، انا ابويا متوفي ربنا يرحمه رب يرحم جميع الاموات كده جمله يعني. انكسر الباب من غير باب، ودمرت احمد ودمرت اليوم. خليني دمرتنا يمكن شافك تحكي بان فقد الاب يعني شيء صعب، خاصه فقد الاحباء فراقهم متعب للغايه قوي. وانت مثل ما ذكرت بان الاب مولانا يعني احنا ما لقينا غير الدموع جواب على قصيدتك، وهذا يمكن بس كلامك وجعني انا شخصيا. انا موجوعه كتير، اب وزوج وام وحاله صعبه قوي، بس كلام حقيقي جدا. و اتأثرت بمين يعني؟ انت مين يا قطرية؟ يعني انت مين في الكتابة؟ مين اللي خلاك تكتب بهذه العزوبة وهذه الطريقة؟ انا في 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 نوع كتابتي او الحاجات اللي انا بكتبها بعتمد دايما على زي ما قلت لما جيت اتكلم مع حضرتك او القي شعر، زي اعتقد ان ده رد شوية على السؤال الاولاني اللي هو الالفاظ. لما جيت وانا بتكلم انا ابويا يطل الدنيا بخير والحاجة تفك ان كانت عندها، يعني الكلام ده بيتقال في الشارع. فانا لما بحب اكتب او الطريقه بتاعتي في الكتابه بتيجي شويه من فكره ان انا اسهل الالفاظ والمعاني على الناس. ومين بقى قدوتي والحاجات دي في الكتابه؟ انا بحب قوي الخال عبد الرحمن الابنودي. انا في البيت دايما في ابويا، عنده ابويا شاعر وليه كتب وحاجات زي كده، وكان بياخدني معاه ندوات زمان وبتاع وكلام كده وحاجات كده يعني. فالحته دي موجوده عندنا في البيت. بس فكره ان انا اعرف اكتب انا اكتشفتها بالصدفه وانا في المدرسه لما دخلت ان انا اقول القاء، ان انا القي شعر. فانا قبل ما اكتب شعر اتعلمت ازاي اقوله، فالموضوع فرق معايا جدا في موضوع الالقاء والموضوع ان المتلقي يبقى منتبه وانا بقول شعر. بالظبط فارس، يعني هو الشعر فعلا هو القول يعني بالظبط، الأويل هو اللي بيقدر يوصل للناس. ده وجهة نظر يعني. بالظبط. يعني فتناها شوي حزايني مع الأب وكذا. خلينا دمرنا مو حزين. دمرنا ودمرنا. طب الكلام حلو، أنا عايز أسأل سؤال بقى بما إن اسمحوا لي يعني أنا عبد المذيع، أنا عايز أسأل سؤال. أنا بقول كلام حلو عن الأب إن هو حاجة كويسة جدا، ليه بقى الناس لما بقول، أنا على فكرة لما بقول الحاجة دي في حفلة تلاقي انهيار؟ طب يا جماعة أنا بقول كلام، أمال لو قلت لكم بقى قصيدة حزينة بقى شوية؟ أنت فاقدة تبحث عن كل هاي التفصيلات بالزبط الجميلة اللي أنت تتحدث بيها، فأنت بتداعب يعني المشاعر الحزينة في الفقد يعني. بالزبط. واللي عايشه واللي موجود بعده بيشوف هذا الشيء وما بيقدر. بس أنا هقول لكم حاجة غريبة جدا فعلا. الأب والأم لما تيجي يتغني أو تتكلم، يعني الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب لما اتعملت أغنية ست الحبايب وكان عاملها لأمه، هي أغنية كلها شجن. صح. ست الحبايب يا حبيبة، أول ما نسمعها والأم عايشة، ربنا يكرمهم أمهاتنا، والأم عايشة الدموع برضو بتنزل. هم في شجن تجاه الأب والأم طول الوقت حقيقي. يعني هو أنا يعني كنت دايما عندي مشكلة في نقطة يا جماعة أنا بقول كلام حلو، أنا بحب أبويا وكلنا بنحب أباتنا، فده بس فعلا ممكن يكون بسبب إن حد فقد أبوه أو كده يعني، فممكن يكون بس أنت دمرت البرنامج. أنا أما لو قلت لكم بقى من قال إنك مت يا طيب دي بقى ده بقى إيه؟ مو فقط الفقد يمكن قبل هذا، مو فقط الفقد حتى الحب. نزار قباني من كتب قصايده وغناها كاظم الساهر يقول لعلمني حبك ان احزن.
أيوة. وأنا محتاج لامرأة تجعلني أحزن. إذن بها جزء، ما هو حتى الحب جزء من الحزن. أيوة. صح. فإحنا نبحث عن أحزاننا ووجعنا. وبلك الناحية دي من الإنسان أكثر ناحية مؤثرة أصلا. أحمد شاعر افتكرته هيقول علمني حبك سيدتي. أسوأ عاداتي. سلام يعني سلام محتاج السند والسلام. أيوة. أعتقد أنت عندك حاجة مهمة عايز تقولها. مظبوط. أنا بتخيل يعني لو نحكي عن الأم، يعني حكينا على الأب، خلينا نتناول حاجة للأم. شي شعري عن الأم. أقول لك حاجة بحبها جدا اسمها بقول بفخر أنا ابن أمي. الله. حابب أقول لك إيه؟ لو شفت حلو في دنيتي فالحلو كله بدعوتك، لو ليا طولة بال أعيش فعشان أنور ضحكتك، والله ولا تسوى الحياة لو هصحى يوم ما انتيش هنا وتعيش يما وعيش نول شرف اني اخدم جزمتك. انا ياما ناس فرقوني يما وكنت وحدك عزوتي، وما كانش حد يشيل همومي ويجري يمسح دمعتي، ما لقيتش غيرك في الحياة بيديني حنية وامان. انا امي مجموعة بشر سندي وحبيبتي وصحبتي. لو هحكي عنك اقول بفخر أنا ابن أمي ومنها، ما اكبرش أبداً على القمر وأكبر على الناس كلها. أنا وطي على إيدك وأبوس أعلى وأزيد قيمة ومقام، وتشوف لي كل الناس كبير وأفضل صغير عندها، تطبخ لي أكلة ما أحبهاش وفي كل مرة بتتصدم إزاي يا واد ما تحبهاش، تبدوق أكيد هتحبها. عن كل مرة أسهر وأغيب ما تنامش غير وأنا في المكان، عن أحلى واحدة في كل شيء والبركة في البيت والزمان، ما حكيش لحد ولا تكشف ولا سر يطلع غير لها، وبحبها وبقول لها إن انتي وسط الخوف أمان. إن كان في طبعي شيء جميل فأمي اللي ربتني بأدب، وإن كان في طبعي شيء وحش فالدنيا وأصحاب السبب. أشهد لها ولا قصرت ولا خدت منها إلا الأصول، ويدوم وجودها في الحياة وخطوة رجولها على العتب. سألوني عن مين أدبك، قلت لهم أمي وصبرها. طب مين سبب إنك تمام، قلت لهم أمي وقربها. طب مين معاك وقت المحن ولا يوم يسيبك مهما صار، قلت لهم أمي في وسط ليلي كانت بتخلق لي النهار. يا لهو يما على الزمن لو كنت مش موجودة فيه، ويدوم عليكي ضحكتك وحنانك اللي أنا بقوى بيه، تتضايقي من سهري وحياتي وتروحي تشكيني لخالاتي وتكلميهم بالساعات عن وصفة البيض والبنيه، وتعيشي حلوة وتفرحي يا قلب كل ما شيل هموم كان يجي ويشيل مطرحها. وكبرت يما وزي ما انتي ما بتناميش غير لما نام، وبتاخدي بالك من هدومي ومن طريقتي في الكلام، بتكبريني قصاد صحابك وانت عارفه ابنك عبيط، والكل يبقى عليا نار اما انت بس برد وسلام. فتحت عيني وانت حن الناس عليا، انا امي كانت بتغيب تغيب وتجيب سعاده وهي جايه. لو هوصف امي في كلمتين وانا عارف ان ده مش كفايه، فاقول لهم الست دي عمرها ما سابت ايديا. الله حرام عليك، شاف كيف تبكي. يعني انت يعني انا بحكي نطلع من الحلقه. يعني بتشيت انا اعتقد انه لازم سمعتي يا جماعه، لازم يكون في فاصل، لازم اكو فاصل على لازم فاصل لازم فاصل. فارس، اللي وصلتنا المعلومة وإحنا منعد للموضوع فريق الإعداد طبعاً الموجود، بأنه من الإعدادية أنت ماخذ جائزة لأفضل إلقاء، مظبوط؟ نحكي عنها شوية. أنا ممكن مفيش مشكلة، أنا كنت في المدرسة عندنا عشان صوتي كنت شوية بيتنمروا عليها بسبب الصوت اللي هو الأجش ده شوية، فالصوت بي انبسط له لانه هذا صوت اخباري زي سلام. يعني هذا بياخذ اخبار فرصه. فكان ايه يعني كان كنت شويه صوتي من مولود بي صوت كده يعني. فكنت في المدرسه، فالمدرسه بتاعتنا بتاعت المسرح حست اللي هو الصوت ده ينفع يلقي، فخدتني. واعتقد ربنا يبارك لها، يعني اعتقد ان دي الخطوه الاولى ان انا بدات احب الشعر. فديتني قصيده كده لغه عربيه فصحى وطلعت بيها، وبالظبط بقى كان اولى اعدادي، خدت اول محافظه وطلعت جمهوريه صفي، ما التاني بقى خدتها. فده بقى اللي دخلني في القصه دي، قصه ان انا احب ان انا اقف على المسرح واقول
وانا شايف حتى الان ولا يعني دي النظريه لن تتغير بالنسبه لي، ان الشاعر لو مش هيقول، لو مش هيقف على المسرح ويقول كلامه هو حاسه من جواه ويوصله للناس، مش لا ينطبق عليه كلمه شاعر. بلس ان في ناس بتقول مثلا زي ما هو كان بيقول كده حضرتك، يعني المحافل الدوليه مش او اللغه العربيه فصحى، وممكن يكون الناس في ناس بتهاجمني تقول مثلا ان انا ايه، ان انا مش ملتزم ببحور الشعر ومش عارف ومش انا كل الكلام ده ما يهمنيش. انت دلوقتي سمعتني تاثرت بيا، انا شاعر ناجح. سمعتني ما تاثرتش بيا، اذا انا فاشل واحاول اشتغل على نفسي اكتر. ومثل ما ذكرت لك قبل اللقاء، قلت لك احنا دائما ما نبحث عن يعني الكم الهائل اللي موجود في مصر من الشعراء وفي العراق وفي الاردن وفي فلسطين، نبحث عن قصيده مؤثره بالزبط. ما يهمني من يا بحر تنتمي، وزنها شنو، بها زحاف ما بيها. كل هذه الامور تخليني اتساءل بان اليوم نقول بالعراق احنا عندنا شعب كامل يتقوى بشاعر، الشاعر يسجل ويوثق التاريخ من خلال قصائده. بالضبط. انت كتبت شيء للجيش المصري وخاصه للقائد منسي. منسي انا بحبه جدا ومتاثر بيه جدا، هو من عندنا من ميناء القمح، من عندنا من الشرقيه. عشان كده لما كتبت القصيده دي كتبتها باللغه بتاعتنا. يعني انا لو لاحظت انا كتبت احنا عندنا من الشرقيه، لو انت تعرف الشرقيه. انا شرقويه. شرقويه عارفه من ميناء القمح طبعا بقى طبعاً. وابو حماد والاماكن دي كلها، فانا كتبتها بلهجه بلدي اللي هو بلدي بقى، البلدي اللي هو يعني طبعا انت عارفه ان لهجتنا قريبه شويه من الصعيد. سمعنا حتى نفهمها اللهجه بالضبط. اوكي يا اسمعك. طبعا دي كانت يعني ممكن يكون انا كنت وقت ما هو يعني استشهد ربنا يرحمه، انا كنت متاثر بالموضوع جدا، فكتبت له كتبت حاجه بقى للناس اللي هي ماتت دي، وكانت بتقول انا بحاول اجسد مشهد. طبعا عارف انت الناس اللي توفوا، حضرتك اكيد عارفاهم واكيد كلكم عارفين الناس اللي توفوا في رمضان في سيناء وقت الفطار. وقت الفطار فانا واحد منهم طالع كده بيقول، بيكلم امه في التليفون يقول لها ايه، ايوه يا امه بكره هرجع لك يا حاج افطر معاكي وونسك، وهجيب معايا بلح سناوي وكيسين عربسوس، عارفك تحبي تكسر صيامك بلح زي النب، وبترجعي وتشكيلي همك من صداع وجع الدروس، ايوه يا امه ما تجلجيش ابنك بخير باكل كتير، هو بس البرد يما والناموس، ادعيلي في أذان الفجر ينصرني ويثبت زمايلي لاجل ما نجيب حق ناس ماتت وعاشت في النفوس، الشمس بتغيب سنة سنة وتتسحب، دخلوا العساكر يفطروا سابوا السلاح، والرمل هايج على الهوى وقالوا انه خير، الريك حطب وما فيهش غير فصين بلح ورغيف كلح مكملش لسه وفي الطريق، طلق الرصاص هو اللي شج الريق، والواد فطر على اشهده ان لا اله غير اللي واقف ابتغاء ارضي، ويا ريت قام لما جاله الموت وقف مهربش مرحب فين ما جه، كان يوم فرح الدم سال نبت ريحان على طين رفح، يا ابن الوليه الطيبه كان ابوك بيسقي الارض دمك، عارف ان الارض عرض وان لما تموت عشانها الموت هنا كان حكمه فرد، وان سردك في الحكايه مكانه داين مش مدان، وان من قتلوك فران والروح تهون والدم ورد، وان افارولك شرب دمك وكان مبسوط ليلتها، وان جلب امك ساعتها وصوره امك ساعتها كان عليها سلام وبرد، وان اخواتك عشانك ماتوا برضه وحصلوك، وان ابنك كان يحبك من حكاوي امك وابوك، وان صورتك لسه ساندة الحيطة في البيت زي ما انت، وان في 100,000 راجل جم مكانك يعرفوك، وان منسي ما كانش منسي، روح يا دفعة جنب اخوك لسه في الحيطة تاني، شهدة تاني وطلق تاني، وبكرة هدخل جيش بلدنا وبعده 100 راجل مكاني، والسلاح مكتوب علينا لحد ما انت تقول خلاص، وهيجي حقك أولاني ألف مرة وألف تاني، سينا لينا خلاص حفظت والدين سماحة، وهم لما شوف أمك حزينة هقول لها ابنك يا عمة مات أسد واقف مملش، وإن مين مات لأجل أرضه في الجنة حتف ما يتسألش. الله الله الله، احنا نعمل له تحيه عسكريه ده. ايوه رحمه لشهداء مصر، الناس اللي بنفتخر بيهم ان محافظتنا طلعت اكيد اكيد. خليني اقول لكم، محافظه الشرقيه احدى محافظات مصر وهي ريفيه، يعني يمكن صعيد مصر يعني من الصعيد لحد جنوب مصر ده محافظات الصعيد، ولكن الشرقيه
في القلب يعني في قلب مصر، واللهجة أكثر إلى الريفية، ولكن دايما يقولوا الشرقوة ولاد عم الصعيدة. يعني عندهم عشان لهجتنا والطباع قريبة من بعضها شوية. يعني بصراحة في تشابه كبير وعجيب طبعاً. ما بين الشعب الفلسطيني والشعب المصري، عادتنا وتقاليدنا كلنا يعني واحدة. لما بنحكي كمان برضو على الجيش المصري ذكرني فقط بشيء كتير بسيط، انه في كل حارة شهيد وما الى ذلك. فيعني لما بيقول انه في جيش مصري معناته في جيش في كل بيت مصري، وفي انتماء للوطن وحب للوطن وحب لخدمة هاي الوطن والتضحية مشانها. طيب خلينا نتحدث شوي اكثر عن طفولتك فارس، يعني مين اللي اثر على موهبتك من الطفولة؟ ونحكي كمان شوي عن الأدوات اللي بتستخدمها في الشعر، يعني نحكي بالمعنى كلمة الأدوات، تقعد على شط النيل. لا ما أنا مش مستقر في القاهرة، بس عندنا ترعة. أيوة. بقعد على شط الترعة. رياح. بالضبط. اسمه إيه؟ رياح. جامد. اسمه عندنا اسمه الرشاح. الرشاح. اختلاف لهجات. طيب. يعني نتحدث عن كيف أنت بتبني شعرك، وكيف بدأ هذا الشيء ينمو معاك من الصغر؟ مين اللي أثر عليك من الصغر من الشعراء المصريين؟ أنا من وأنا صغير في المدرسة، أنا شوية يعني أنا بحب المسرح نوعا ما، بحب أقف أتكلم قدام الناس، وبحب وشغلانتي أنا في الأول كان عندنا محلات يعني تجارة وكده، فأنا كنت بقف في المحلات دي من وأنا في ابتدائي، فبتكلم مع ناس كتير يعني باخد وبدي كده مع الناس كتير في المحلات والحاجات، فالحاجات دي كلها نمت جوايا فكره الجرأة شويه. فلما كبرت حبيت المسرح فدخلت المسرح، فلما دخلت المسرح قدامك بقى طبعا تمثيل وقدامك الحاجات دي كلها، وانت طبعا طفل فالحاجات دي بتبقى يعني بتساعدك شويه في والقران طبعا اللي اثر جدا فيا وخلاني اعرف اكتب فصحى. انا مش دارس وتقسيم شعر، لكن كنت بروح الكتاب برضو، ابويا كان بيوديني الكتاب والكلام ده كله، فكل ده اثر على اللغه بتاعتي وخلاني احب النغم، احب الحاجات اللي هي السجع والحاجات دي كلها بقيت بحبه يعني. فلما دخلت المسرح وعرضت بدات انا اختار بقى، بدات انا اقول لا انا عايز اقول القصيده دي عشان عجباني، فلما عجباني هحفظها وانا حاسسها فهقولها احسن. فهي كانت بتشجعني على ده مدرسه المسرح بتاعتي الله يمسيها بالخير الاب العزيز، فاكر اسمها لغايه دلوقتي. يعني كم المعلم مؤثر في حياه طلاب وخاصه في طبعًا. العمر الصغير، لانه صحيح. بياخدهم على الطريق اللي صح وبيكتشفهم طبعًا. طيب واكيد فلسطين مشاهدينا مليئه نتيجه التجارب والمعاناه والظروف اللي عاشوا فيها، مليئه بالشعراء الشعبيين اللي بيحكوا الشعر بالطريقه واللهجه الشعبيه اللي بتوصل فعلا بطريقة قريبة إلى القلب وإلى المشاعر. معي الآن على الهواء وفي اتصال هاتفي من فلسطين الحبيبة الشاعر الشعبي الفلسطيني الأستاذ بلال فطيمة. أهلا وسهلا فيك أستاذنا. أهلا وسهلا بك وسهلتنا، حياكم الله ويسعد مساكم جميعا ومساكم لإخواننا في جمهورية مصر العربية، إخواننا في المملكة الأردنية الهاشمية وفي دولتنا فلسطين وفي كل أصقاع بلاد العرب، حياكم الله جميعا، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك أستاذ بلال، شاعرنا الفلسطيني الشعبي القريب إلى القلب، كيف يمكن للشعراء الشعبيين العرب من فلسطين من العراق من الأردن من مصر من أي مكان كان في الدول العربية أن يشكلوا حالة فكر لدى الشارع العربي بحيث أنهم يخلقوا ثقافة عند هذا الشارع أو أنه يأثروا في قضايا معينة؟ تفضل. نعم كلامك سليم. الشاعر هو صاحب رسالة ويجب عليه بكل جوارحه أن يؤدي رسالة وأن يوصلها إلى من يتلقاها بحسن الظن وحسن الاستماع. فلسطين هي بؤرة الأحداث الموجودة في الشرق الأوسط على مدى عقود من الزمن. نحن كفنانين وكشعراء شعبيين نخلق من المعاناة قصيدة ترجمها في قصيدة أو في بيت معنى أو في بيت عتاب أو لنصلها مشان نوصلها لذان المتلقي ولقلب المستمع. نعم. على أساس إنه هذا إحنا إرثنا وتراثنا جزء لا يتجزأ من هويتنا العربية. صحيح. شعرنا الشعبي هو المظلة التي نستظل بها ما حيينا من صغرنا، وإحنا نغني لفلسطين ونغني لبلاد العربي أوطاني ونغني لمصر وللأردن وللكل، إحنا كلنا روح واحدة تسكن عدة أجساد عربية، لكن في التالي نجمع على إنه أصلنا سيبقى الأصل، هو تراثنا سيبقى الأصل مهما ضافوا عليه من مستجدات جديدة. الحذاء الفلسطيني هو ذات الحذاء اللي موجود في بلاد الشام، ذات الحذاء اللي موجود في الأردن، ذات اللي موجود في ساعة
صعيد مصر اللي موجود في أرياف مصر، اللي موجود في أرياف العراق، في سوريا، في لبنان. نعم. كلنا تجمعنا هوية تراثية وحدة اسمها العرب. أستاذ بلال، هذا الحديث اللي تتحدث به، دائما نقول في العراق المعاناة تولد الإبداع في كل المجالات، وخاصة فلسطين الصامدة برجالها، بنسائها، بأطفالها. أدوات الشاعر الفلسطيني تتكون من عمق هذه الحضارة التي تعاني على مدار أعوام حقيقة. من خلال تواجدك وانضمامك في برنامج بيت للكل، لا يسعني إلا أن أطلب من حضرتك أن نسمع شيء من هذا الشعر الذي يحمل الكثير في أعماقه. نعم نعم، كل الاحترام والتحية لكم ولدولة العراق الشقيق، العراق ومصر والأردن وسوريا، كل بلاد العرب أوطاني تسري في دمائنا كشعراء فلسطينيين. حبابي لما عشاشي دعوني، قلت يا ريعش جنحان اسمكوني. حبابي لما عشاشي دعوني، قلت يا رياش جنحين سبقوني. تقول بكل لين وكل شد مثل خيرات عروبة عيوني. يا أرض العرب بي وأرض جدي، رسمتك على الصدر لوحة مصوني. أو عملت لك من الزنبك مخدي، وغطاك رموش عيني وجفوني. من فلسطين من أرض المودي، من القدس ومن بلاد الزتوني. عجنح الشوق وهداب المودي، جينا عبر الشاش الجميلين، غني لعروبتنا الحنوني. هذا مقطع من الزجل الفلسطيني. الله 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 الله، سلم تمك شاعرنا. وبنعود للاستوديو، خلينا نرجع لفارس. فارس، يعني هيك سمعت من فلسطين، بركي هذا الموضوع حفز ذاكرتك لقصيدة كتبتها عن فلسطين. أكيد من صغري وأنا متأثر باللي بيحصل وبحبها جدا. هذا بيخلي الشاعر أنه يكتب دائما، يكون في عنده قلمه سائل لحتى يكمل هاي الرسالة. أقول لك حاجة صغيرة بهديها لحضرتك والشاعر الجميل ده. أقول لك يلا رايح على الحبايب، قول لهم فاكرين بلادنا، اللي ماتوا كانوا منكم برضو أهالينا وولادنا. الحجارة اللي في إيديكوا والكرامة اللي في عينيكوا، قبل ما تهلل إحنا على الأرض تولدنا. قول لهم ما نسيتش دور اللي مات في إيدينا أبوه، وإن مصر بحالها شايفة اللي خانوا بيلعنوه، وإن شفت عيال بتحدف بالحجارة على المدافع، واللي واقفين على المدافع كانوا خايفين بيهابوه. مش لوحدك يا ابن طيني، واللي يأذيك بيعديني. مش لوحدك يا ابن طيني، واللي يأذيك بيعديني. الله الله، شفتوا قد ايه قد ايه احنا قاعدين. انا سعيده جدا بهذه الجلسه. احنا قاعدين في جلسه اربع دول عربيه ممثله عن دولنا العربيه، بنتكلم في الشعر وكلنا شبه بعض. يعني أستاذ بلال معانا على الزوم، وفارس قطرية شاعرنا المصري معانا، وكمان اسمحوا لي هنروح الأردن. يعني أنت معانا في قلبنا يا لانا، بس هنروح الأردن بصحبة شاعرنا هلال شرفات، اللي هنسمع منه برضو يعني كيف تأثر وماذا كتب وماذا قال. أهلا بيك أستاذ هلال. يا مرحبا ويا حي الله، أهلا وسهلا فيك جميع، ونشكركم على الاستضافة الطيبة، ويا هلا ويا مرحبا. كلمنا عن يعني ما تقوله في أعداد الشعر، وما تأثرت به وما كتبته. نعم أختي، الشعر الشعبي، الشعر النبطي، هو يعتبر إحساس. يعني هذا الإحساس تشكله البيئة، تشكله الظروف، تشكله أحيانا الأحداث بهالدنيا. فكل شيء تأثرنا فيه كشعراء، من بيئتنا،
من أهلينا، من عاداتنا، من تقاليدنا، من مخالطتنا كمان مع الناس، اجتماعاتنا. فهذا الشعر هو عبارة عن خلينا نقول تجمع بئر عذب أو نهر عذب يستقي منه كل من أراد يعني أن يشرب الماء العذب. حقيقة تتحدث بروحية البيئة، هذه البيئة الأردنية البدوية وكثير من التفصيلات المهمة. في بعض الأحيان نسأل الشاعر لديه كم كبير من القصائد، نقول بما تتجمل من القصائد، أي هي القصائد اللي تتجمل بها من نصوصك الشعرية؟ وإذا ممكن نسمع منها شيء. أقول لا جاي عاتبني وهلت عبايره، وأنا عذابي لابدت لي سرايره، ريانة مرت على الخد توها يدوبها من منجم الدمع فايره، مثل اللآلة طرزت فوق جيدها تروي حكايا مات كنه ضمايره، يا مولعت قلب المعنى وقربته صبرا عسى المولى ينزل بشايره، قلت اتركيني للمنابر وهقوتي مدام جنحاني مع الريح طايره، الموسم اللي راح جرحي وحسرتي باقي هواجيسه على القلب فايره، سريتها وخفيتها داخل الحشا ومن يومها في ثومه الروح غايره، جهزت لي غيده تناشت مزونها عنقا فلا فكت الغيريه زرايره، تاخذ من البيده سنواه جضيا وتاخذ من الليل المسدل ستايره، ريميه يقري مع الريح قدها، لا هي مخطوبه ولا هي بايره، من دونها واسمي وقسمي وغايتي اللي تحيرهم ولا هي بحايره، أسرشتها من جوف صدري ومضغته، من لامها دامح على الموت غايره، من لامها دامح على الموت الله غايره. الله صح لسانك. الله. أنا بس بدي أنوه يعني قبل ما أشكره إنه شاعرنا الأردني المتواجد معنا واللي سمعتوه الآن على الهواء هو من بيئة بدوية. فالبيئة البدوية الأردنية عندنا زاخرة بالشعراء، حتى عندهم مشاعرهم وأحاسيسهم الرقيقة جداً، ولو إنها الصحراء والبداوة طبعاً أحياناً تكون الصحراء قاسية، لكن أنتجت شعراء عندهم من المشاعر الدفاقة. فكل الشكر من الأردن للشاعر الأردني اللي بنعتز فيه هلال الشرف. الله يطول عمرك. طبعا نشكر ايضا من فلسطين، ما بننسى شاعرنا الفلسطيني بلال فطيمه. بلال فطيمه ان سمحتوا لي اساتذتنا بس بمداخله بسيطه اذا سمحتوا. اتفضل. تسلم زادكم الله من فضلك. احنا في لون عندنا في الزجل الشعبي اسمه المعنى، المعنى المحكى والمغنى. هذا بحر يشبه الموشح طويل، ويستطيع الشاعر فيه ان يجدف عبر امواج البحر كلياتها. جميل. فاستدردني بيت احكي فيه: يا مصر يا مصر يا مصر يلي بحر حبك غاجني، صوب العراق والحبايب ناجني، ويا أردن اللي بفؤادي ساكني سارح خيالي في جمال الكائن، ومفتون في دولي بقلبي ساكني، هذه فلسطين العروس الفاتني، في قلب كل شاعر محنك قاطني، فسر حروف مجاد غالم زيني، تتشوف بعين الشمس المبرغني، الفاء فل جبال هب لون الغني، واللام لؤلؤ ساكن ببحر الهني، والسين سر من القداس المعلني، والطاء طير جوان حومة بتنحني، والياء يعرب من يسار وميمني، والنون نور القدس أولى القبلتين، فلسطين ست حروف في حجم الدني، فلسطين ست حروف في حجم الدين. الله 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 على جمالك.
الله يسلمك يا رب. يسعدك. طبعا بنشكرك شاعرنا من فلسطين الحبيبه، هذا الصوت الشجي جدا وايضا اللي حرك عنا المشاعر الوطنيه. احنا طبعا نشكر، انتوا شوفوا المصادفه كمان الاردن وفلسطين كانوا مع بعض فهي التوأمة حتى في كل شيء يعني. احنا بنرجع لفارس طبعا صحيح. هلا مين قال انك مت يا طيب؟ طب انتوا اللي بتنقوا يا جماعه. لا 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 مش انا اللي بنقي، انا سمعتها انها يعني بس عايزه اقول لك حاجه، هي دي اللي هتخلص علينا بقى. نطلع عشان نخلي مع الجمهور على نهايه الحلقه. بالظبط. في ناس بتمشي فراقها ما يهزكش، وفي ناس فراقها بيذبح الايام، وانا عندي حد فارقني من فتره وما زلت اشوفه في كل مره بنام، يوحشني صوته وشكل تجاعيده، يوحشني منه هزاره وسط الجد، بما اني بكتب له بما انه مش موجود فانا عاوز اقول ببرود انك وحشني بجد. لما انت ناوي تموت وتصعب الموضوع، ليه سبتنا تعلق بحاجات هتبقى دموع؟ ليه يعني عودتني على حضن مش دايم؟ طب اديك اهو نايم وانا صاحي بيك موجوع. قبل ما تمشي انا جيت علشان اسلم بس، علشان اشوفك بس، والاوضه بابها الغبي مكتوب عليه ممنوع. كل الدكاتره هناك ولا يعرفوك حتى، ولا يعرفوا ان اكيد هتحب اكون حاضر. كان يومها اول يوم اسكت واقول حاضر، حسيت كاني غريق والدنيا سودة ضباب، كان قلبي بيعيط من كسرة الخاطر. لفوك في توب ابيض يا ابو قلب لون ابيض، كان كل شيء باهت بس السحاب ابيض، كانت زفتك حلوة والناس حزينة بقلب، كانت ملامحك نور لون شعرك الابيض. من يومها وانا ظهري مكسور بقول الصبر، اقسم برب الكون حسيت بقلبي اتخلع ورموه معاك في القبر. الكسر لو في العظم بيلم بالايام، كسرك ده كان في القلب والقلب رفض الجبر. مع اني واد شاعر بوصف الام وجروح، معرفتش اكتب لك من يوم ما قلت هروح، معرفتش اوصفني وانا ببكي واتشحتف، وانت اللي قلت مفيش راجل عينيه بتبوح. معرفش ليه الليلة جيت اكتبك فبكيت، ان كان ده كله هزار فيا سيدي انا استكفيت. بيقولوا وجع الحب صعب وتقيل على الناس، لو شافوا وجع الموت كانوا ناموا جنب الحيط. شوف كام سنة غيابك على العهد مش ناسي، بتباهى وسط الناس ان انت من ناسي، بفرح لحد يقول ان اشبهك في الطبع، وازاي ما كنش اصيل وانت اللي استاذي. فاكر الكلام بالحرف والله يا حرف بحرف، اني ما اخونش رغيف كلته في بيت انسان، واني اعيش راجل ولا ان اعيش متهان، وان الكلام هيبة ولازم يكون له ميزان، وانك تدين وتدان لازم تعيش طيب. نفسي اسمعك تاني بتنصح واقول طيب، ويا سيدي على كل الاقيك هناك على خير، عيش انت وتهنى، ولو انت مش في نعيم مين يدخل الجنة؟ أنا مش بقر عليك، أنا غرض أكون وياك، مكتوب علينا نعيش في الموت بنستنى. وعجب الله الله يعني بصراحة يا وجع القلوب. ولا واحد كنا ساكنين، انتوا بتختاروا حاجات صعبة يا جماعة برضه. حاجات صعبة بصراحة. أي شيء يوجع القلب اليوم أنت جبته وحطيته. يعني مرات واحد يقلب المواجع حتى إذا تمر عليها سنوات، بس ما ربنا يرحم كل حد عزيز وغايب. امين يا امين يا رب. يعني في بعض الكلمات حسيتها من خلال هاي القصيده انه مكتوب على الباب ممنوع، هي ذكرتني بكورونا بصراحه والفتره الصعبه اللي مرت على العالم كله، عالمنا العربي، يعني اللي ممنوع حتى نشوف اللي فرقونا، ممنوع حتى نلمسهم نبوسهم، يعني الله يرحم كل اللي راحوا بهاي الازمه يا رب. خلينا حتى نعمل الدعوه الكريمه دي لكل مشاهدي بيت للكل اللي اكيد بيشوفوا الشاشات العربيه اللي اكيد متاثرين، خلينا نترحم على كل اللي فرقونا،
بآيات كده من النور وقراءة فتحة كريمة عليهم بروحهم بإذن الله عند ربهم يرزقون إن شاء الله. آمين يا رب الرحمن. طب الكلام هذا انكتب لمين فارس؟ جدي ربنا يرحمه. أنا لما بحاول أكتب أو لما بكتب حاجة بيبقى الموضوع من جوايا شوية، يعني لازم تكون التجربة دي أنا عشتها فعلا ومريت بالحالة دي. حتى أنا بوصف لما لو لاحظت أن أنا بحاول دايما أكتب قصة، أنت بتروح وفي مستشفى والباب والتفاصيل دي بتوجعك شوية، فأنت بتكتبها على هيئة الحاجة اللي أنت بتعرف تخرج فيها طاقتك. يعني أنت الشاعر دايما لما بيتضايق بيكتب، يعني حتى أكيد حضراتكم عارفين، يعني لو أنت ما أحسن حاجة تطلعها اللي انت عايش، يعني لسه الموقف حامي اهو وانت ماسك القلم مقصر فيك وبتكتب، فبتطلع حاجه تفرغ كل اللي داخلك. بس اسال، ذكرت انت بمرور الاسئله ويا زملائي، ذكرت بان قضيه بان انت وليد بيئه، في بعض الاحيان هل تولد البيئه التوارد في النصوص؟ هل يقع الحافر على الحافر؟ هو طبعا يعني بس مش فكره، مش استنساخ، اصل انا انسان واي شيء وحضرتك انسان وكل كلنا بشر، فانت ممكن حبيبتك مثلا تضايقك فتكتب عنها حاجه، انا حبيبتي هتضايقني هكتب عنها حاجه في الحته دي، بس اكيد مش 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 هيبقى يعني انا كاتب حاجه لجدتي باللهجه بتاعتنا البحتة، صدفه طلع الاستاذ الابنودي كاتب حاجه. طب قول حاجه لجدتك. جدتي كانت برضو حشريه اسمها حكاوي ستي. طبعا ده القصيده دي تعرفوا بقى من خلالها على ثقافتنا احنا، وده بجد الكلام ده حصل بجد، يعني القصيده دي برضو بجد مني. كانت بتقول ايه؟ كانت ستي قالت ازيك يا واد انت تكبر قوم تخيب والبشر تكبر وتعجل، شفت ايه سوى الزمان والله بهدلني بصحيح، جدك يا واد فاتني ومشي والدنيا على ستك بتدجل، اسبوعين غايب عليا مين اعز عليك هناك، مش بتيجي تزورني ليه امك اللي معصياك، جانا ابوك الصبح بدري وقلت فينه قال لي نايم لسه بتصلي الفجر ولا طعم النوم لهاك، اوعى يا ابني الدنيا تاخدك تنسى روحك ايه ومين، تنسى نفسك تنسى أصلك تنسى كوننا في اللحيم، نصحى بدري نصلي فرضه نرضي رب الكون في أرضه، نمسك المصحف ونجرى ننام فنصبح إيه مرتاحين، الزمن يا ضنايا صعب ويا مناس جابلك غوى، كنت زنت البنات وبقيت أهو عايشة بدوى، فاكرة جدك يوم ما شافني كنت طالعة وشايلة جرة، شافني مرة وهي مرة جابلي مهري وجه هوا، كان زمان الدنيا سهلة، عزالي كانت حلة وحصيرة ولندا جاز وابور وزير، عارفين الزير؟ جاب لي تلفزيون ساعتها واللي كان بيجيبه وقتها كان وزير، لما ابوك اتجوز امك كنت اول مرة اعرف البتاع ده اللي اسمه نيش، الحياة كانت هادية سهلة عن زمانكم ومش كتير، كنت دلوعة وجميلة كانت عينيا خضرة برسيم بس دبلت، العيشه كانت ترفض تهيني بس لما كبرت جبلت، راسي كانت مرفوعه فوق ولا عمرهاش نزلت لحد، بس ظهر اما انحنى والعود تنى لقيتها نزلت، مش دايما حلوه ولا دايما مر، هي ساعه تعدي فجاه تلقى عمرك بيك يمر، اوعى يا ابني الخيط يكر وتلقى ربك وانت حافي، عملك قاعد لك مهما تهرب شر تزعل خير يسر، توعى جدك يا ستي توعى كان بيقول لك ايه، اوعى حد يهين كرامتك لو هتكسب منه ايه، شيل الناس الجمايل بس ما تشيلهاش، وعينك عمرها ما تنزل لحاجه غير لربك في السجود، لما كبرك يبقى سايجك اعرف انك طين ودود، اوعى يغويك الطريق تنسى اخره مودي فين، اوعى تاكل لحم مسلم بالنميمه او تنسى دين، الزمن ده فيه بلاوي غير زماننا اللي عدى، الزمن ده شكله حلو وطعمه شين بس زي زمان في جنه برضو زي زمان في نار، وانت تختار تبقى فين، قلت ماشي يا تيتا. طيب تيتا طيب لما اقول لك حاجه تاني تقول لي ماشي يا ستي حاضر، قلت ماشي يا ستي حاضر،
الله يفارس الله يفارس صح لسانك. يعني يا جمال قصيدتك وجمال ستك الاثنين الحقيقه اجمل من بعض. فارس بجد انت نورتنا النهارده ووجعتنا، بس وجع حلو يعني، وجع مكتوب حلو. نشكرك، اتمنى لك التوفيق، ونورت بيت للكل انت وكل الشعراء اللي كانوا معانا من فلسطين والاردن. وانا دلوقتي يعني انا تحول الى العراق، بس مش عبر الزوم، العراق موجوده هنا ممثلة، هو جنبنا. أنا طبعا بجد مبسوط جدا 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 على الاجتماع العربي اللي حاصل ده بأمانة، وفخور جدا جدا أن كنت معاكم النهاردة بأمانة والله. أكيد. وانتم ضيوفنا وشرفتونا هنا في مصر، وأتمنى يعني الأمور تفضل دايما كويسة، ودايما نكون أكيد مع بعض في ألفة زي ما احنا كنا دايما على عبر السنين يعني. أكيد. وزي ما كملنا بعض في العادات وسمعنا من الأردن وفلسطين ومصر، العراق ممثلة في زميلنا العزيز أحمد شكري. أحمد شاعر وشاعر حقيقي، وفرصة إحنا دلوقتي لنا تقدمي العراق بقى أنت وسلام. لا. أحمد يختم هو بقصيدة. هو أحمد إعلامي ومذيع، لكن أحمد في نفس الوقت هو شاعر، وإضافة إلى هيك كمان صوته بيمتلك كويس. صوت وطبقة صوت في الغناء يعني كل المواهب. أنا إحنا طبعاً بدنا نسمع من شعرك يا أحمد ومن طريقة إلقائك الرائعة. أنا بما أنه كنا قبل الحلقة قال لمن تحب تسمع من الشعراء بالضبط، فعندنا شعراء إحنا يمكن نذكر الجيل الأول الكبار اللي قدموا، بس عندنا شباب حقيقة من المفترض بأن توصل قصائدهم. وحكينا عن الشعر الملمع، حق رشيل لأن سمعته له وقال هذا شيء حلو، هو من الملمع اللي يجمع بين ده اللي الفصحى. هنختم بيه يكون مسك الختام، والشعر يكون مسك الختام. يقول عاماني مرا عاماني مرا وقد أخفيت إحساسي على أهلي على صحبي على ناسي أصير قبالهم واسكت وما يدرون شنو هذا المصيبة الضامها براسي. تناديني جموع الناس يا ثملا وما بصروا نزول الخمر في كاسي، وقتاليها وعرفت الزين الموزين وكل من قلبه طيب يوقع بقاسي. مرت علي من الأيام أصعبها أيا ندمي وقهري ووسواسي، راحة ومن وقت هالجفن ممغمضة ولحد الآن حاير بيمن أتوضى، أضم بصورته وخايف عليها تضيع وما أدري شلون ذب قلادتي الفضة. من فارقني علمني المحبة حضور، مو كل من يحبه كل من يحظه. سلامتكم. الله 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 يعني اليوم احنا حلقتنا الله يسلمك. انا مبسوطه بانه حلقتنا لليوم جمعت مختلف الدول العربيه، جمعتنا بالكلمه وبالثقافه وبالتجربه، وجمعتنا بالمشاعر الحلوه اللي سمعناها من خلال شعرائنا من فلسطين من الاردن من مصر ومن العراق. وانا سمعتكم المهند العزاوي طبعا، تحياتنا الى صديقي وحبيبي شاعرنا. اها واحنا بنوجه له تحيه. وبهيك مشاهدينا من بيت الكل من مصر اللي احنا متواجدين الان فيها من بيت الامان والسلام، اجمل تحيه لكم ولكل الدول العربيه التي نتمنى ان يدوم بها السلام والامان، والى اللقاء.